السلام عليكم يا باشمهندسين، إن شاء الله الفيديو ده هنحل فيه ديزاين اوف ستارست جروب اللي موجودة في الشيت رقم 2، المسألة رقم 3 والمسألة رقم 5. هنشتغل في الفيديو إن شاء الله إن احنا هنحل المسألة رقم 3. المسألة رقم 3 كان المطلوب فيها رقم سي، هو اللي كان بيتكلم على ديزاين ستارست بول أو ستارست جروب اوف تينس 4 متر. نشوف الأول في المسألة، كان المسألة كانت بتتكلم على بايفوت اريجيشن سيستم، واعطيني جدول كده للمناسيب الجراوند ليفل، مش هحتاج في حاجه في المساله ديت. بس هو قايل لي ان البايب لاين تشينج اتس هورزونتال رود باي ان انجل 90 درجه. يعني قايل لي في المساله ان انا عندي، لو حضرتك فاكر، ان البايب لاين الماسوره كانت ماشيه كده، بعد كده ماشيت بزاويه 90 درجه. دي انا قلت لحضرتك هنحتاجوها في السارس تول، وفعلا هنحتاجوها في السارس تول. يعني البايب لاين ماشيه كده، فانا المفروض محتاج اركب سارس تول هنا. هو عاوزك تصمم السارس تول ديت او السارس بلوك ديت بحيث ان انا المفروض اصمم طولها 4 متر، والطول مهم جدا معايا في الحسابات. هقول لحضرتك فين في بالظبط الطول مهم، لان انا شغال لمتر طولي وهوضح لحضرتك دلوقتي. اعطيني معطيات، بيقول لي ديزاين بريشر انكلودنج ووتر هامر از ايكوفلنت 1.5 البامب هيد. حضرتك لو تفتكر معايا احنا كنا جايبين البامب هيد في المساله دي كان 71 متر وشويه. حضرتك لو رجعت تاني للفيديوهات اللي فاتت او حضرتك حليت الشيت هتلاقي ان كان حوالي ضغط المضخه كان حوالي 71 وشويه. فكل الحكايه ان بيقول لي ان انا هصمم على ديزاين بريشر، ان البريشر اللي انا هصمم عليه هيبقى 1.5 في القيمه دي. لو المساله في الفاينل جت لحضرتك صريحه من غير يعني تصمم سارس تول بس، فاكيد هيكون جيفن الديزاين بريشر اللي حضرتك هتشتغل عليه كما عطوه. بس دي عشان مساله تكميليه وده المطلوب رقم سي، فحضرتك ممكن تجيب النواتج او الحاجات من المطالب اللي قبلها. رقم 2 قايل لي ان الجامه بتاعت الفيل ب 1.8 من 10 طن على المتر المكعب، وان الانجل اوف فريكشن 30 درجه، والفريكشن كوفيشن معامل الاحتكاك ب 4 من 10 ما بين السويل والولول. والولول بقول لحضرتك يا فين دلوقتي 4 من 10 ديت. الالاو بالستريس بالنسبه لي 1.5 كيلو جرام على السنتيمتر مربع، يعني 15 طن على المتر المربع. دي المساله. تعال نبص واحده واحده ايه هو السارس طول وازاي بيتحل. هو اعطيني البيانات اللي احنا قرتها مع حضرتك دهيت. انا مش عاطيني قطر الماسوره، فانا افترضت ان انا زي ما افترضتها في المساله من فوق خالص، انا كنت شغال ان قطر الماسوره ب 6 من 10 متر، وان سمك الماسوره 2.5 سم. طبعا الكلام ده حضرتك خدت الديزاين اوف فليكسبل بايب، فهتقدر حضرتك تصمم وتشيك على سمك الماسوره وتشيك على الاستريسس وتشيك على الديفليكشن. فانا خلاص افترضت ان سمك ان الدايمتر بتاع الماسوره الداخلي 6 من 10 متر، وان السمك 2.5 سم، يبقى الدايمتر الخارجي هيبقى 6 من 10 زائد 2 السمك، هيطلع 0.65 متر. وده هيكون عند شكل حضرتك شكل السارس طول، بيبقى عباره عن الماسوره بالسمك الخارجي كده، جوه السمك الداخلي المتهشر ده سمك الماسوره. بسيب نص متر حوالين الماسوره واعمل السارس طول، يعني المربع اللي عند حضرتك ده السارس طول، بسيب نص متر من كل الاطراف، فهيبقى العرض بتاع السارس طول متر 65 في متر 65، وبعمل القاعده بتاعته بتاعت دي بتبقى ار سي، وبعمل القاعده بتاعته بلين كونكريت، بعمل رفرفه نص متر من اليمين نص متر من الشمال بسمك نص متر بالمنظر ده. فهيبقى عندك ده القاعده بتاعت البي سي، عرضها هيبقى المتر 56 او متر 65 زائد نص زائد نص، 2 متر 65 في نص متر. وخبر حضرتك ان كان ان احنا كنا فرضين ان الفيل منسوب الردم 1 متر على فوق الماسوره لو حضرتك تفتكر. فانا لو هسيب نص متر واعمل السارس بلوك، فالحته الباقيه دي هتبقى نص متر. همسح بقى الكلام ده كله وتبقى الارقام واضحه والدايمنشن واضحه. وخد بال حضرتك انا مش هحط دايمنشن في الرسومات الجايه عشان الموضوع ما يبقى واضح شويه، فحضرتك هترجع تاني للرسمه دي عشان تبص على الدايمنشن. فتاني نفتكر الدايمنشن، انا هسيب نص متر واعمل الستارست بلوك، هسيب من قطر الماسوره نص متر من كل الاطراف، هيبقى الستارست بلوك متر 65 في متر 65، وقعدة الخرسانه العاديه هتبقى 2.65 في نص متر. وال 265 دي اسمها بي كابيتال، ده العرض ده كله ده البي كابيتال اللي انا بتكلم عنه. جميل لحد دلوقتي؟ تمام. نكمل. ده الاحمال اللود، احنا اول حاجه عملنا الدايمنشنز، ثاني حاجه هنعمل الاحمال. ايه الاحمال اللي عندي؟ عندي الحته اللي فوق ديت هي وزن التراب في الحته ديت، ده بي واحد. حد عند حضرتك ان حضرتك ممكن تخلي ده بي واحد كده عادي جدا، يبقى دي ده بي واحد وان دي تبقى ده بي اتنين. انا يعني الاثنين واحد مش هي ما فيهاش مشكله يعني. نكمل مع بعض، هنكمل على انا عامله في الرسمه هنا. احنا قلنا الدبليو واحد هتبقى ده وزن السويل او ده وزن
السويل الردمي اللي في الحته دي، ودبليو 2 هي هي دبليو 2 اللي هنا، هي وزن السويل المستطيل ده، دبليو 3 وزن الار سي اللي حوالين الماسوره، دبليو بايب هي وزن سمك الماسوره ذات نفسها، دبليو ووتر، ودبليو فلور وزن الفلور. ده بالنسبه للاحمال الراسيه. بالنسبه للاحمال الجانبيه، انا عندي في تربه بتاثر بحمل جانبي هنا اكتف ايرث بريشر، بيترد عليها من الناحيه الثانيه في باسيف ايرث بريشر، فده لاترال لود. بالاضافه ان انا عندي قوه ثانيه بسبب البريشر اللي احنا حسبناه، ضغط الميه اللي جوه بيعمل قوه ثانيه اسمها تي، ودي دايما بتكون في اتجاه الاكتف ايرث بريشر، تبقى في اتجاه الاكتف بالمنظر ده، واسمها تي، اسمها ثرست فورس، وهنشوف هنحسبها ازاي مع بعض. تاني حاجه انا هحط بس الرسمه هنا انديكيشن الفيرتيكال لود. عندي ال دبليو 1 هتبقى وزن الجمر الجمر السويل 1.8 في 2.65 اللي هو العرض ده كله، في العرض ده اللي هو نص، يبقى انا جبت الوزن ده، وخد بالك احنا شغالين على 1 متر لجوه، فهضرب في 1 متر وانا مش كاتبها عندك، دايما شغالين على 1 متر. كده انا جبت دبليو 1، عايز اجيب دبليو 2، هتبقى 1.8 في نص المسافه دي في الارتفاع ده اللي هو متر 65، يبقى انا جبت الوزن ده، وبالمثل جبت الوزن ده. دبليو 3 عباره عن 2.5 اللي هي جامع الار سي في متر 65 في متر 65، يبقى انا كده جبت وزن المربع ده، هطرح منه وزن مساحه الدايره دي، يبقى متر 65 في متر 65 ناقص باي على الاربعه 65% تربيع، يبقى انا كده جبت المساحه بتاعت الخرسانه المسلحه اللي حوالين الماسوره، هضربها في 1 متر عشان انا شغال العرض 1 متر لجوه، يبقى انا جبت الدبليو 3 اللي هي الدبليو ار سي. دبليو ووتر عباره عن جاما ووتر اللي هي 1 في مساحه الميه باي على الاربعه بوي 6 تربيع في 1 متر، طلعت بالرقم ده. دبليو بايب هيبقى جاما الستيل 785 في باي على الاربعه في سمك الماسوره بقى تربيع اللي هو بوي 6 5 تربيع ناقص بوي 6 تربيع اللي هو المساحه الخارجيه ناقص المساحه الداخليه عشان اجيب المساحه المتوسطه اللي جوه دي، في 1 متر هيطلع دبليو بايب 0.3853. باي دبليو فلور، دبليو فلور هتبقى الجاما بتاعت البي سي بقى 2.2 في 2.65 في نص متر في 1 متر لجوه، كده جبت الدبليو فلور، يبقى انا كده جبت كل الاوزان او كل الفيرتيكال لود اللي عند حضرتك. تعال نشوف بقى اللاترال لود. قبل ما اجيب اللاترال لود محتاج اجيب الاول الاكتف كي اكتف والكي باسيف. احنا عارفين ان الكي اكتف بتساوي 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي، والفاي هي زاويه الفليكشن انجل اللي هو عطالي ب 30 درجه، الكي اكتف هتطلع بطول، والكي باسيف المفروض هي 1 على كي اكتف بس بنضربها في طولتين كمعامل امان، فبيطلع 2 على 3 في 1 على 1 على 3، هتطلع معاك الكي باسيف في 2، يبقى الكي اكتف بتولت والكي باسيف ب 2. نرجع تاني نكمل، انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب الاي اي 1، المسافه دي هتبقى جاما ارث 1.8 في الارتفاع ده، جاما ارث في اتش اللي هي نص، في كي اكتف جبت الاي اي 1. بالمثل على فكره يعني اي اي 1 اهي هي هي الاي بي بي 1 بس باختلاف الكي باسيف. جميل؟ اللي هي دي هي دي باختلاف ان ده كي اكتف وتولت وده الكي باسيف ب 2. بالمثل اي اي 2 واي بي 2، اي اي 2 خد بال حضرتك هي المسافه دي بس، فهتساوي ايه؟ هتساوي 1.8 جاما في المسافه دي اللي هي 2 متر 15، حضرتك لو رجعت تاني للدايمنشن هتلاقي المسافه دي متر 65 زائد نص 2 متر 15 في الكي اكتف اللي هي طول، يبقى انا جبت الاي اي 2 دي، لو انا ضربت في كي باسف بدل كي اكتف كده جبت الاي بي 2 اللي هي المسافه دي. وبعدين هعرف اجيب الاي 1 اللي هي هتبقى الاي اي 1 اللي هي 0.3 في 2 15 في 1 متر، الاي 2 هتبقى نص الاي اي 2 في 2 15، نص الاي اي 2 في 2 15، وبالمثل في الاي بي 1 والاي بي 2، ان انا بركز القوى او الضغوط اللي عندي دي بركزها كاحمال مركزه، حمل مستطيل وحمل مثلث. جبت الاي 1 الاي 2 الاي بي 1 الاي 2، المفروض باي القوه الوحيده اللي بالنسبه لي الفاضله هي التي، التي دي جايه بسبب ان البايب مايله بزاويه 90 درجه. حضرتك القانون بتاعها زي ما اتقال لحضرتك في المحاضره، لواحد متر طولي على طول دايركت هيتساوي 2 في البي، ده الديزاين بريشر اللي احنا اتكلمنا عليها، في الاي اللي هي المساحه على ال اللي هي طول طول الثرست بلوك اللي هو كان عندي هنا ب 4 متر في ساين ثيتا على 2. الزاويه كانت كام؟ هو قال لي ان حصل انحناء بزاويه 90، فالثيتا هنا ساعتها بكام؟ ب 90 درجه. تعالى نبص على الاول، انا كاتب لحضرتك هنا عشان حضرتك لو ترجع تفتكر ايه ده؟ ده ضاغط المضخه اللي كان طالع معايا في المطلوب رقم 2، لما اضربه في 1.5 يبقى انا كده جبت الديزاين بريشر اللي انا هشتغل فيه في المساله. فتاني اضرب قيمه ال 71.313 في 1.5 يبقى تطلع 107 حوالي، يبقى ده الديزاين بريشر اللي انا هشتغل بيه. خش في القانون، الاثنين في البي في الاريا اللي هي مساحه الماسوره الداخليه باي على الاربعه بوينت 6 تربيع على طول الثرست بلوك اللي هو 4 متر
في ساين ثيتا على 2 في سين على 2 هيطلع 10.693 طن. يبقى انا كده جبت كل القوه. مطلوب مني اعمل ايه؟ مطلوب اشيك على السلايدنج واشيك على الاستريسس. تعال نبص كده. لما اشيك على السلايدنج انا عندي دي الاحمال اللي عندي. الاحمال اللي عندي ايه الاحمال اللي بتعمل لي ستابيليتي او بتخلي المنشا ده ما يتحركش في اتجاه اليمين او الشمال؟ عندي الاي بي 1 وعندي الاي بي 2 وعندي مجموع الاحمال الرأسيه لما يتضرب في معامل احتكاك هيديني قوه جانبيه بالمنظر ده بتعمل لي التوازن، اللي هو خد بالك معامل احتكاك ده اللي هو طهولي 4/10 مضروب في مجموع الاحمال الرأسيه. كده انا جبت قوه جانبيه بتعمل لي ستابيليتي. كمان خد بال حضرتك ان السويل اللي موجوده دي لو لها كوهيجن، لو حضرتك تفتكر الكلي مثلا كنا بنقول ان الكوهيجن ده بيخلي المنشأ بيمنع الحركه، بيعمل مقاومه في العرض ده، صح كده؟ فساعتها كنا بنقول ان القوه دي بتساوي السي قيمه الكوهيجن في البي كابيتال. البي كابيتال اللي هي عندي هنا 2.65 متر. طب هو ما قال لي ان انا عندي ساند، ان انا عامل الكلام ده في ساند فالكوهيجن بزيرو، او هو ما اعطانيش قيمه الكوهيجن فالترم ده هيبقى بزيرو. تعال نجيب الاول الان. الان هتبقى عباره مجموع الاحمال الرئيسيه دبليو 1 زائد 2 دبليو 2 زائد دبليو 3 زائد دبليو ووتر زائد دبليو بايب زائد دبليو فلو. كل الاحمال دي هتتجمع عندك طلعت 14.915. يبقى الاستابيليتي فورس هتساوي 3.87 اللي هي اي بي 1 زائد 8.32 اللي هي اي بي 2 زائد 0.4 معامل الاحتكاك في مجموع الاحمال الرئيسيه اللي هي 14.75 زائد الكوهيجن بزيرو مضروب في العرض 2.65 هيطلع معاك الاستابيليتي 18.16 طن. طب ايه القوه اللي بتعمل لي سلايدنج او بتخلي المنشا يتحرك بقى؟ واضحه، عباره عن التي زائد الاي اي 1 زائد الاي اي 2. يبقى الاي اي 1 زائد الاي اي 2 زائد التي هيطلع معايا 12.725 طن. يبقى الفاكتور اوف سيفتي هيساوي الاستابيليتي فورس اللي بيعمل لي اتزان على السلايدنج فورس اللي عايز يعمل لي انهيار، 18.15 على 12.75 طلعت 1.43. اكبر من الواحد يبقى انا كده سيف سلايدنج. جميل. فاضل لي اشيك على الاستريسس. انا عندي القانون بتاع الاستريسس اف 1 2 بتساوي سالب ان على البي كابيتال. البي اللي هي 2.65 متر، والان خد بالك انا لسه حاسبها اللي هي كانت مجموع الاحمال الرئيسيه اللي هي كانت 14 وشويه اعتقد. نرجع تاني نشوف هي كانت كام. 14.915 14.915 في 1 زائد او ناقص 6 اي على بي. البي عباره عن 2.65. يبقى الموجود الوحيد عندي هو الاي. عشان اجيب الاي لازم اخد مومنت. فانا عندي الرسمه بالمنظر ده هاخد مومنت عند منتصف الفلور من تحت. انا عايز اجيب الاستريسس عند الخط اللي تحت ده هاخد مومنت في النص، وافرض ان العزوم جايه في اتجاه عقارب الساعه بالمنظر ده الرسمه ده. لو خدت بال حضرتك الموضوع سهل جدا لسبب ان في احمال كتير هتضيع. دبليو بايب دي هتضيع، دبليو فلور هتضيع لانها واقعه على الخط، دبليو ووتر هتضيع، دبليو 3 هيضيع، دبليو 1 هيضيع، دبليو 2 مع دبليو 2 هيضيعوا بعض، ده بيلف مع عقارب الساعه وده عكس عقارب الساعه فهيلاشوا بعض. فهيبقى عندي عباره عن، لو بصيت عند حضرتك هتلاقي الاي بي 1 في المسافه بتاعتها دي زائد الاي بي 2 في المسافه بتاعتها دي ناقص الاي اي 1 في نفس المسافه بتاعت الاي بي 1 ناقص الاي 2 في نفس المسافه بتاعت الاي بي 2. يعني ممكن اقول لحضرتك اي بي 1 ناقص اي 2 في المسافه دي زائد اي بي 2 ناقص اي 1 في المسافه دي، بالاضافه كمان ان في قوه عكس عقارب الساعه ناقص التي في المسافه دي كلها. يبقى دي المومنت اللي عندي. تعالى نبص واحده واحده. انا عايز الاي بتساوي سيجما المومنت عند النقطه اللي قلت حضرتك عليها على الان. المومنت هيساوي اي بي 1 ناقص اي 1 في المسافه اللي هي 2.15 على الاثنين زائد اي بي 2 ناقص اي 2 في 2.15 على 3. دول احمال كانوا مستطيله فكانوا في نص المسافه، دول احمال مثلثه فكان في ثلث المسافه. ناقص التي عباره عن في 1.5665 على 2 زائد نص. ليه الكلام ده؟ انا عندي التي اهي المسافه دي من السنتر لاين بتاع الماسوره، المسافه دي متر 65 زائد نص متر. انا اسف، المسافه دي كلها متر 65 على 2 لان المسافه دي كلها هي المتر 65. تمام كده؟ فهيطلع معايا المومنت بسالب 5.732، معنى ان هو بسالب ان الفرد بتاعي ده غلط وان المومنت هيجي عكس عقارب الساعه بالمنظر ده. يبقى المفروض اجيب اف 1 اللي هي النقطه دي واجيب اف 2 اللي هي النقطه دي. تعالى نجيب اف 1 واف 2 من القانون بتاعنا. اف 1 2 خلاص الاي هنجيبها، المومنت على النورمال فورس، النورمال كان 14.915 والمومنت لسه حاسبه، طلعت الاي بالقيمه 0.3843. الاف 1 2 هتساوي سالب ان على البي في 1 زائد ناقص 6 اي على بي. اف 1 طلعت سالب 10.533 طن،
واف 2 سالب 0.731 طن على المتر مربع، الاثنين سالب يعني الاثنين كومبريشن تمام جدا، انا مش عايز تنشن. لو واحد فيهم طلع موجه ده هيبقى نوت سيف، لان انا ما فيش اي السويل ما بتشيلش تنشن او ما بتستحملش تنشن، مش هتشيل تنشن ليه. فالالاوبل ستريسز اون سويل عندي كام؟ 1.5 كيلو جرام على سنتيمتر مربع زي ما قلنا، اللي هي 15 طن على المتر مربع. الاف 1 والاف 2 كده اصغر من الالاوبل ستريسز، فكده المساله عندي او الديزاين الدايمنشن اللي انا فارضها سيف نتيجه للسلايدنج ونتيجه الاستريسز. شكرا.